معقول؟ معقول يا مو مشان برغوت واحد انحرم من روح بستان الشبة؟ يا مو والله لو معي كنت عطيتك. انت بتعرف انه ما راح امسك عليك، بس واحد لما بيصير معي مصاري راح اخذك على سيران بستان الجبة والربو وين ما بدك. يا مو بس كان جاي عبالي اني روح مع الشيخ محمد ورفقاتي. اخس عليك، بدك تروح مع رفقاتك وما بدك تروح مع امك؟ لا تواخذيني يا عمو. لا تقبرني، بوعدك وحياة عينك لما يصير معي مصاري اعمل لك يلي بدك اياه، بس ما تسمع، ما تسمع منه. الله يرضى عليك، الله يرضى. حسون نسيت إلا جبت البرغوت. أنا برغوت؟ لك البرغوت اللي بندفعه مشان نروح فيها سيران بستان الجبة. أمي ما خلتني أروح. لا ليش؟ والله زعلت. ما بعرف، قالت لي إنه هي بتاخذني. لك أنا ضايق خلقي ومو مصدق إمتى أروح، حكم من البيت للكتاب ومن الكتاب للبيت. إيه نيالكم، يا ريت خليتني أمي أروح. طيب خلاص لا تزعل، بكره بنعمل سيران تاني. دخلك وينه ابنك حسن؟ عم يحضر حاله لسيران الكته. اي والله طاير عقله، ما عم يعرف شو عم بيساوي. يا خطيته فرحان، الله يحمي لك يا رب. كيف دخلك بعدين قررتي تبعتي؟ انا يا ستي ما كنت بدي ابعته، لانه البرغوت اللي بدي اعطيه بيعيشنا يوم احسن واسوأ بإلنا. بس الشيخ الله يجزيه الخير اعطاه برغوت كامل. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لانه ابني عم يحفظ القران منيح كثير. لك هدايا هديه. يا حبيبي الله يحمي لك يا رب. شفتي يا ام حسان، والله الشيخ محمد ما في منه بالدنيا كلها. شفتي قديش اولاد الحاره بيحبوه؟ ايه والله بيحبوه، بس راح عمره ولهلا ما تجوز. لك الله يعينه، يا دوب يقوم بخدمة أبوه المريض، الله يعافي له يا رب. لك إن شاء الله بتقبر قلبي على هالطلة ورجولية. الله يرضى عليك يا رب. ابن عمي شو بدك أطبخ لك اليوم؟ لا لا ما بدي تطبخي لي شي بالمرة، حاكم بخاف على الببو اللي ببطنه. يوه إيش هالحكي، شو بدنا ناكل لك؟ لا تاكلي هم شي، أنا وجايب وصيلي على شوية شرحات بعجين أو شوية صفيحة وبجيبهم معي. لك الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك يا حق. أميني الله يرضى عليكي، أنا يمكن اليوم متأخر شوي على البيت. ليش تقبرني شو عندك؟ مو هذا دلال حارتنا القديمة بعت لي خبر مشان بيعت البيت. ليش نويت تبيعه ابن عمي؟ لك لا لا ما بدي بيعه، بس بدي روح لعنده وأحكي معه وخليه يبعت لي شي كام شغيل يشوفوا هالبيت ويزبطوا لي إياه. حاكم البيت عفان وعايف حاله. إيه ليش لأخير ما بتعمل؟ لا الله يرضى عليكي يا رب، بدك شي مني؟ بدي سلامة قلبك، تقبر قلبي. ديري بالك على البوبوة. حاضر. يلا السلام عليكم. مهونة. السلام عليكم. عدنان؟ أهلين بالأبضار، تعرفني شي؟ لا يا عدنان، لك شو ما عرفتني؟ لا والله عتبك على الذاكرة، والله ما عرفتها. تتذكر لما كان واحد يقعد جنبك بالكتاب وتطعميه نص سندويشة الزيت والزعتر تبعك وتتحشى بتمه هيك؟ حسون. لك حسون بذات نفسه. لك أهلين بربك. لك أهلين. لك وين اختفيت يا رجل؟ لك آخ آخ يا صاحبي، خليها لربك. بعد ما توفيت المرحومة ما عاد لي نفس أقعد بهالبيت، طلعت منه وطلعت لغير حارة وقعدت دور على شغل، والأخير لقيت شغل بمطحنة وقعدت أشتغل فيها. طيب وين كنت تنام؟ الله وكيلك يا رفيقي، كنت اشتغل بهالمطحنة ونام فيها لأنه ما عاد لي نفس أرجع على البيت بعد ما توفيت المامي. والله الله يرحمها خالتي أم حسن كان ما في منها. تعيش. بس يعني شايف أوضاعك تحسنت وصرت أبضاي وشب مشورب وأبضاي من أبضايات الحارة. إيه الحمد لله رب العالمين، الله وكيلك يا عدنان، أنا اندعكت بهالحياة كتير وما خليت شيء إلا ما شفته، بس بعدين رب العالمين فرج علي وأعطاني اللي بدي إياه. هلا طمني، تجوزت؟ لك ايه لك، بس ما صار لي زمان وحرمتي حبلي هلا. لا
لك ان شاء الله الف الف مبروك لك. الله وكيلك ما عم صدق عيوني. لك الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. طمني يا عدنان، مين عم تشوف من رفقاتنا؟ هلا الله وكيلك من الكتاب ما عاد شفت حدا، وظهير وصالح طلعوا برا الحاره. ضل سالم وزكوان عم بسهر معهم بقوات. ايوه ودخلك الشيخ محمد، عم تسمع عنه شيء؟ وين صفيان؟ شو اوضاعه؟ ليش ما اخبرت؟ لا والله خير. الشيخ محمد ترك الكتاب. ايوه وليش ترك الكتاب؟ الشيخ محمد كبر بالعمر وصار يا دوب يشيل حاله، وبعد اللي صار معه ما عاد له حيل يعمل شيء. المسكين بعد ما توفى أبوه طلعوا له عمامه بالدق وصاروا بدهم يحاصصوه على الورثة، وصاروا يطلعوا له بشغلات ومشاكل لحد ما صفي على الحديدة، يا دوب ياكل ويشرب. ولا هو وين صفيان؟ وين بده يصفى؟ بالجامعة. بعين الله، بعين الله يا صاحبي، والله زعلتني عليه. بعين الله، امشي خليني اكسبك على فنجان قهوة. لا لا الله يوفقك غير مره ان شاء الله، والله انا مشتاق لك خيرات الله. بس بنظبط لنا عادي انا وياك لانه عندي شويه شغل بهي الحاره، بخلصهم ان شاء الله وبنلتقى. طيب مثل ما بدك، بس انت وعدتني ها؟ تعالك عدنانو، عم اقول لك مشتاق لك خيرات الله. اهلين بالزلمه. اهلين عدنانو. السلام عليكم. شيخي أنا كنت بدي أقول للدلال يزبط لي هذا البيت، بيت أهلي الله يرحمه، بس بصراحة بعد ما سمعت إنك أنت عايش بغرفة مهرهرة أقسم بالله العظيم إنه ما اهتان علي بالمرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله ألف مرة وألف كرة. بس أنا بدي إياك يعني تقبل مني شغلة يا شيخي، الله يوفقك. بدي اياك تسكن بهذا البيت، منه بيكون احسن لك ومنه بيكون اشرح لك. بس هذا بيت اهلك وبيتك يا حسن، يعني ما بصير انا اسكن فيه. صدقني يا شيخي انا ما عاد صفي لي حدا بالمره، وانا زلمه اتجوزت برات الحاره، والله كارمني وساتر علي. الله يزيدك من نعيمه اكثر واكثر، بس هيك كثير. كتير يا حسن. لا مو كتير، لسه ما خلصت الهدية. هدول المصاري بتمنى انك تقبلهم مني هدية، الله يوفقك. انت زلمة مفضل علي، علمتني القراية والكتيبة وحفظتني كتاب الله، يعني انا قد ما رديت لك معروفك ما رح رد لك جزء من اللي عملت لي اياه بحياتي. شيخي شايف الفرحة اللي فرحتها بالبيت، فرحة المصاري؟ صدقني ما بتعادل الفرحة اللي فرحتني اياها بصغري وقت عطيتني البرغوت منشان روح على سيران بستان الشبة. لساتك متذكر يا حسن؟ يا لطيف يا لطيف، شو كنت تحب بستان الشبه؟